ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، التمارين المركبة من التمارين المهمة جدا في كرة القدم، وكل ما يعني احنا عدنا بالذاكرة إلى فيديوهات محاضرات سابقة قلنا أنه أحسن تدريب هو اللعب، اللي يصير باتجاهين، اللي يصير على هدفين، اللي يصير بترانزيشن، اللي بيه كرة وعدة كرات. يعني المهم في واجب عند اللاعبين هو الانتقال، يسمون من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع، عشان يحقق شيء مهم في المباراة الواقعية وهو الانتقال. فأنت لو لعبتها مناطق صغيرة أو مناطق كبيرة راح يصير انتقال. كذلك يمكن أن نضيف بأن التمارين المركبة تعني صورة من صور المباراة، يعني بيها دحرجة تمارين، بيها مناولة، بيها ركوب، بيها تغيير اتجاه، بيها استدارة بالكرة. كل التمارين تصير إذا جمعت ثلاث حركات أربع حركات وركبتها في فعالية معينة جيدة، يعني ما بيها اعتراض، هادفة تكون. كذلك أنه بعض الأحيان أنه تتريد يعني تضيف لتمارين تطوير الأداء الفني تمارين لياقة بدنية، يعني يصير شوتينج مثلا، تقول شوتينج في لاعبين يلعبون المناولة فقط ينتهي دورهم، اللاعب الآخر اللي يصوب ما عنده ريباوند هذا اللاعب الثاني، فأشغله بشيء بدني بسيط لكن يحقق لي هدف بس. فانتبهوا على التمارين المركبة خلال الوحدات التدريبية، مهمة كذلك. اليوم راح نتكلم في فيديو آخر عن تمارين التكتيك. شنو تمارين التكتيك؟ بجانب الأمثلة الكثيرة اللي وضعناها إن شاء الله. فهذه أشياء يعني مجرد ملاحظات يستفيد منها الجميع إن شاء الله، علما أن الجميع عندهم ما يكفيهم من زاد تدريبي، وهذا طبعا مرتبط ب برغبة المدرب لإشباع قناعته في التدريبات الوظيفية اللي يستخدمها مع فريقه أو يستخدمها في كليات التربية الرياضية درس كرة القدم أو يستخدمها في الدورات التدريبية. فيكون جيد المدرب عنده فد إنج كبير عن هذه الحقيبة التدريبية اللي في جعبته. فاليوم مثلا على سبيل المثال عندي تدريب شوتينج، أنا وأريد أركز بالشوتينج، لأن السؤال يقول خلال تدريبات الشوتينج هل ممكن أن نعطي مثل تدريب شدته جيدة بين قوسين وضع عالية؟ لا بأس، ما في أي مشكلة. ممكن أن تعطي تمارين مثل رفض المثلث، هذا رفض المثلث معروف بدون كرة، أنه تضع بالساحة بجانب ينتهي بالتصويب على المرمى كمثل، أنا أقول لك. فتأخذ، تسمحوا لي نرى الرؤية أحسن، واحد يشوف يطالع بعينه يصير عنده يقين أكثر. فالتمرين هو بسيط، يعني الحقيقة بسيط جدا وبو فائدة، أنه هاي الساحة وهي دائما الساحة أنا أفضل أن تكون 50 في 50 ياردة، واللاعبين يشتغلون من الجانبين بنفس الوقت. فالتمرين يكون يعني هذا الأول وهذا الأول يؤدون نفس الفعالية، هو رقم المثلث ذهاب وإياب، فيصير تمرين شاتر رانينج ممتاز. فذهاب واحد اثنين، ذهاب إياب، ذهاب إياب. هاي المسافة أنا أفضل أن تكون يعني بحدود 10 ياردة. إذا كنت أنت تريد تقلل من المسافة إلى 5 ياردة، راح يكون بجانب الشاطر راح يكون ركض عشاق. فسيان أنه حتى لو كانت 5 ذهاب إياب ذهاب إياب، 5 في 4 20 ياردة ممتازة كركض عشاق. ثم ينطلق اللاعب من الوسط يستلم كرة من هذا الجانب اللي انطلق منه، هو انطلق من جانب هذا الهدف، فيستلم من الجانب الآخر اللاعبين اللي واقفين مع الكرة، دول يسمونه المغذين.
وذولا المنفذين، هنا المغذين وذولا المنفذين. فالمغذي او الفيدر من يشوف هذا اللاعب ركض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خرج من المثلث، يهيئ له كرة يرسلها أرضية بسيطة لهذا المكان، يكون اللاعب المنفذ خرج للكرة بنفس الوقت، استلم الكرة، استدار بالكرة، صوب على المرمى، راح خلف مجموعة الكرات المعاكسة لا تنسى. زين، لأن هذه نفس الشيء، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي خمسة، وجت كرة من هذا. زين، فأخذ الكرة راح لها وصوب على المرمى، راح خلف مجموعة الكرات، فالذول اللي صوبوا زين يروحون خلف مجموعة الكرات هذه، وذول المجموعة اللي صوبت بعد التصويت يروح خلف مجموعة الكرات هذه، فيروح خلف المجموعة المعاكسة. اللي لعب الكرة هذا أو هذا الفيدر بعد مباشرة من يلعب يركض من خلف الهدف، أكو سلالم أفق، وشوف وين هنا يؤدي الركض السريع على سلالم الأفق، يقف خلف هاي المجموعة. فهذا رجع خلف نفس المجموعة اللي لعب وياها، لكن هذا اللي صوب راح خلف هاي المجموعة، وهذا اللي صوب شوفه راح خلف هاي المجموعة. فتتكرر رقم ثمانية هنا، أنا مثلا نقول هنا أكو عندنا رقم ثمانية، سبعة ثمانية يستلم اللاعب ويستدير، هذا يكون خلص واجب من مرور الكرة، فرقم ثمانية يأخذ. فثمانية يصير هنا بالنسبة للاعب المصوب استدارة ودحرجة، وثمانية هنا يصير الحركة هو الركض من خلف هدف لتنفيذ ما يعرف بأداء بدني على سلالم على موانع على ما تريده أنت يعني، بس لازم تأخذ بالاعتبار التكرار. فعندي هاي لاعبين، أني عندي 16 لاعب، ولا عندي لاعب أعطيهم الفعالية، تبي مركب ممتاز هذا. زين، فيديرون اللاعبين، يديرون اللاعبين اللي يديرون اللاعبين، وتذكر انه اللاعب المصوب من هنا يتحول بعد التصويب الى لاعب مجهز هنا، واللاعب هنا المصوب هنا شوفه اللي صوب هنا شوفه يتحول بعد التصويب هنا، بينما هذول المغذين يرجعون خلف المجموعه اللي لعبوا وياها، وذول اهل الكره خلف المجموعه اللي لعبوا وياها من خلف الهدف، وتنفيذ اداء بدني يعني بشيء كثير من المرتبط باللعبة، شيء كثير مرتبط بحركات اللعبة، هذا تعبير عربي جيد يعني يعطيك صورة عما أريد أقصده. فهذه التمارين إخواني صدقوني إذا تضعها بعد فترة الإحماء مثل الجيد، والتي تأتي بعد فترة إحماء بدون كرة جيد، لأن أنا ما أريد أعمل كل شيء بالكرة كل شيء بالكرة كل شيء، لا، إحماء جيد، تركيز على الساقين، تركيز على الوسط، تركيز على كل شيء، وتهيئة اللاعبين للتصويب. هل المسافة اللي يصوب من اللاعب بعد الدحرجة خليها 15 ياردة، لا تخليها 18 ياردة، وركز قول للاعبين أريد تستخدم تكنيك يعني لهزيمة حارس المرمى، ما أريد باور، أريد تلعب بنهانك، أريد تلعب مثلا باص قوي بالهدف، أريد يعني أريد شيء، أريد تروح تنفرد بحارس المرمى لا بأس، وتلعب الكرة تقترب أكثر، أعمل شيء عدد التصويب اللي يسموه باور، ما أريد باور بهاي الفعاليات، وأخلي اللاعب يصوب من بعد 20 ياردة وحتى 18 ياردة، لو أكو هنا علامتين تحدد 18 ياردة أسأل اللاعب أن يكمل بحرجته داخل 18 ياردة ويهزم هزيمة حارس المرمى بوضعية واحد ضد واحد مثل، كل شيء أنا أقوله فكرة ومثل. فهذه التمارين جيدة، وأعتقد أنت الآن لو طلع التمرين عبارة عن فعاليات يؤديها اللاعبين هنا تحدث بالمباراة، ركض ركض سريع، زين، ذهاب وإياب، اللاعب يركض بالساحة تشوفه يركض ويغير اتجاه، يركض ويغير اتجاه، يعني ركض رشاقة يسموه. زين، واللاعب يسوي شطر، يركض هنا ورجع لمكانه، راح هنا راح هنا، شوف باللغة العامية يعني اللاعب ما واقف، عنده كرة أو ما عنده كرة، عنده كرة